لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. خلص هيك؟ طيب. كثير من الناس سألوني بدنا نعرف كيف بنعمل CV احترافية وتنقبل في أي مكان. هذا هو الفيديو اللي كثير من الناس استنوه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر وبقدم لكم قناتي مذكرات ممرض. في هذا الفيديو بدنا نتكلم عن كيف تكتب سيرة ذاتية احترافية ممكن تنقبل في أي مكان. قبل ما أبدأ هذا الفيديو إلي عليكم عتاب كبير. إحصائيات اليوتيوب بتخبرني أنه 92% من الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات تبعتي مش مشتركين في القناة أصلاً، وهذا الكلام بضر بالقناة، لأنه الإنسان اللي مش مشترك بالقناة أو ما بيعرف عنها اليوتيوب ما راح يطلع له إياها ولا راح يقول له محتوى قد يعجبك أو يعطيها كاقتراح. فلو سمحت عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، حطه على كل الفيديوهات عشان يوصلك جديد أول بأول. وتعالوا نكمل موضوعنا. شو هي السيرة الذاتية؟ عبارة عن وثيقة تذكر فيها مختصر عن حياتك، عن شهاداتك، عن دراستك، عن خبراتك، عن شو اشتغلت، عن من وين تخرجت، شو أهم مميزاتك اللي بتخليني أنا كصاحب مستشفى أو مدير مستشفى أقتنع فيك وأعينك على أساسها. في ناس بسموها CV وفي ناس بسموها ريزومي. CV اللي هي بتجهزها عشان تشتغل بإيدك أو شغلة يدوية زي الممرض في المستشفى. الريزومة اللي هي شغلة أكاديمية، يعني مثلا بدك تدرس في كلية تمريض فبسموها الريزومة، ما فرقت شيء كبير. المهم أنه لازم تعملها بطريقة احترافية، لأنه الأيام في أنظمة حاسوبية بتنقح السيفيات. يعني بعض الأماكن بتقدم لها عشرات الآلاف من السيرة الذاتية، مستحيل يقرأوها كلها ولا حتى يقرأوا أول سطر فيها. في نظام مثلا نظام الATS، هذا بيبحث على keywords أو كلمات مفتاحية معينة، إذا ما لقيها بالCV ما برشحها أصلاً للمرحلة الثانية، يخليها shortlisted أساساً. فبدك تعرف كيف بتنعمل CV الاحترافية عشان تضمن أنك تنقبل بالوظيفة اللي أنت نفسك فيها. طبعاً في أكثر من طريقة لكتابة CV ومعظمهم بيشتركوا بمعظم الأركان، فلو شفت طريقة ثانية تختلف إشي بسيط عن هذه الطريقة اللي بدي أقول لك عنها اليوم لا تقول عني بفهمش. طبعا رح نركز على التمريض، عشان هيك رح تلاقي في هاي CV كلمة هوسبيتال على سبيل المثال موجود كثير، لكن هاي الطريقة بتدفع على أي إنسان سواء ممرض أو من أي مهنة ثانية. أجزاء السيرة الذاتية، أول جزء اللي هو الأوبجكتيفز، أنت ليش عملت هذه السيرة الذاتية؟ لما أنا أعلن عن وظيفة بدي ممرض واحد يشتغل في بوزيشن واحد في قسم واحد، ويجيني 50 مثلا CV، الأول بده يشتغل ممرض، الثاني بده يشتغل سوبرفايزر، الثالث بده يشتغل هيد نيرس، فأنا بدي هيد نيرس باخذ الثالث وبقرأش الباقي أصلا. مثلا أنا بدي واحد يشتغل بالطوارئ، إجاني CV مكتوب فيها أنا نفسي أشتغل بالICU، الثاني بده يشتغل ميديكال سيرجيكال، الثالث يا بيشتغل غسيل كلى يا بيجيش، فأنا بشوف الملائم للقسم اللي أنا بدي إياه. هاي الأوبجكتيفز اللي هي أنت شو معك خبرات، وين اشتغلت، شو حابب تشتغل في أي بوزيشن، ووين حابب تشتغل في أي قسم. فبكتب على سبيل المثال زي ما انتم شايفين بالمثال انه an experienced registered nurse with 10 years of experience in medical surgical ICU and ER departments. ليش جاي؟ seeking a registered nurse position، يعني بده ممرض مش رئيس قسم، in an esteemed hospital، في اي مستشفى محترم. prefer to work in emergency department، انا بفضل طوارئ، لو بدكم تحطوني بمكان ثاني يبقى لا تنادوني على المقابلة اصلا. وهيك انت بتوفر عليهم وقت وجهد كبير. ملاحظة مهمة، هل احط صورتي بالCV؟ يستحسن انه لا، لعدة اسباب، منه انه ما بصير توريهم انك متلهف على الوظيفة، رقم اثنين ممكن شكلك ما يكون جذاب بالنسبة للانسان اللي راح يقابلك فيكش من شكلك او يكرهك من منظرك وما يدعوك اصلا للمقابلة، ممكن بعض الناس بكره البيض فما يدعيك لو كنت ابيض، بعض الناس بكره السود فما تتعين لانك اسود، بعض المدراء يكون عنده عقدة من الستات فيشوفك بنت فما يعينك لانك بنت، ممكن تكوني حلوة كثير وبعض الناس عنده عقدة انه الحلوة عندها غباء، هم هيك مخهم. فأحسن إشي لا تحط صورتك أو صورتك، لما هم يقتنعوا بمميزاتك وشهاداتك وخبراتك ينادوك لمقابلة، وإذا عجبتهم بيشوفوك على مهلهم. الجزء الثاني اللي هو البيانات الشخصية، البيوغرافيكال داتا أو البيرسونال انفورميشن، بتحط هيك عنوان واحدة من هذول الثنتين.
هون بتذكر في ملخص عن بياناتك، الإشي الموجود بالهوية. في هذا الجزء ينقسم إلى جزئين، أولاً تفاصيل الاتصال اللي هي اسمك بالكامل بالإنجليزي كما ورد في هويتك الشخصية، بعدين رقم تليفونك، بعدين صندوق بريدك، بعدين الإيميل تبعك وعنوانك بالتفصيل، عشان لو بدهم يبعثوا لك انه في مقابلات في اليوم الفلاني يعرفوا وين انت او شو رقمك. الجزء الثاني البيانات المدنية، تاريخ الولادة، مكان الولادة، حالتك الاجتماعية، متزوج او اعزب، اذا متزوج عدد الاولاد اكم، جنسيتك، رقمك الوطني. في بعض البلاد مثل مصر على سبيل المثال لازم تكون كاتب حالتك العسكرية، انه خدمت جيش ولا حاليا تخدم جيش ولا ماخذ تأجيل ولا ماخذ اعفاء. على فكرة في بعض انواع السير الذاتية الجزء الأول من هذا الجزء بتحطه في الأول، والجزء الثاني من هذا القسم بتحطه آخر صفحة أو آخر قسم في كل السي دي، فهيك بنفع وهيك بنفع. أنا بفضل أنه أحطهم الثنتين مع بعض زي ما أنت شايف، بتحط الاسم العنوان الأخيري. الجزء الثالث اللي هي الأوبجكتيفز لكن بالتفصيل، تتذكر أول جزء اللي قلنا بتكتب شو هدفك من الوظيفة، هون تكتبه بالتفصيل، فبتكتب أنت وين حابب تشتغل، مع مين حابب تشتغل، ليش حابب تداوم عندهم، شو فرص التطور اللي ممكن تكسبها منهم، شو ممكن هم يكسبوا لو عينوك، وهكذا. فممكن تكتب انه انت حابب تشتغل عندهم لانك حابب تشتغل في مستشفى محترم وإله سمعته وحاصل على الاعتمادية، وحابب تتعلم منهم وتضيف من الشغل عندهم الى خبرتك، حابب انك تستعمل العلم والخبرة والمعرفة اللي اكتسبتها خلال عملك في هذه المهنة في الشغل عندهم وفي بناء علاقات مع الناس وفي تقديم افضل خدمة ممكنة للمرضى وبما يتوافق مع المعايير العالمية. راح تلاقي نماذج زي هيك كثير على النت بتقدر تنقل منها وتستفيد منها. شوف هذا المثال على سبيل المثال، وقف الشاشة هون وقرأ على مهلك. رقم 4 Educations and Qualifications، هون تذكر كل شهاداتك ومؤهلاتك المتعلقة بالوظيفة. الشهادات أولا تكتب بالترتيب الزمني من الأحدث للأقدم. رقم 2 إذا كان عندك شهادات كثيرة تذكر فقط الشهادة المتعلقة بالوظيفة. في ناس كثير دارس قانون ودارس تمريض، هو جاي يقدم على وظيفة ممرض، فشهادة القانون ما لها داعي. أولا بتكتب الدرجة العلمية، بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه. رقم 2 تكتب التخصص اللي هو نيرسينج ساينس كما ورد في الشهادة. بعدين بتذكر مكان التخرج اللي هو الجامعة، المدينة، البلد. بعد هيك تاريخ التخرج، اليوم الشهر والسنة. بعدين تقديرك جيد، جيد جدا، ممتاز، مهما كان، زي المثال التالي. رقم 5 الخبرات المتعلقة بالوظيفة. شو يعني المتعلقة؟ ممكن تكون اشتغلت في 10 أماكن، منهم 8 في مستشفى و2 مثلا كنت تدرس في جامعة. انت جاي تقدم على وظيفة ممرض في مستشفى، خبرتك في الجامعة ما بتهمني، فبدك تعمل 2 CV، واحدة إذا بدك تشتغل في جامعة، واحدة إذا بدك تشتغل في مستشفى. تكتب الخبرات كالتالي، أولا طبعا كالعادة الأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم. رقم 2 تكتب خبرتك كالتالي، في السطر الأول تكتب التاريخ باليوم وبالشهر وبالسنة من إلى أنت اشتغلت وأنت استقلت من هذا المكان، ثم المسمى الوظيفي، يا بتكتب RN، يا بتكتب Supervisor، يا بتكتب Head Nurse، يا بتكتب Matron، حسب أنت شو كنت تشتغل عندهم. في السطر الثاني مكان العمل اللي هو اسم المستشفى أو الشركة والمدينة والدولة كمان. في السطر الثالث تكتب نبذة مختصرة جدا عن المستشفى، مثلا مستشفى عام مركزي يقع في مدينة عمان سعته 1200 سرير، أو مستشفى خاص مختص بالتوليد فقط يقع في محافظة إربد سعته 150 سرير. في السطر الرابع تكتب اشتغلت في أي قسم وشو كان البوزيشن تبعك في هذا القسم، مثلا ممرض قانوني في قسم الطوارئ، مثلا تشارج نيرس في قسم الاي سي يو، مثلا هيد نيرس لعمليات التوليد على سبيل المثال. في السطر الخامس في شيء اسمه الكي ريسبونسابيلتيز، اهم المسؤوليات التي كانت ملقاة على عاتقك في هذا القسم، مثلا انت اشتغلت في الطوارئ فبتكتب كنت ادخل مرضى على المستشفى، كنت اعمل لهم هيلث ايدوكيشن، كنت اساعدهم انقلهم لمستشفيات ثانيه اذا في داعي، كنت عضو في فريق السي بي ار تبع الطوارئ مثلا، كنت اقدم العلاج للحالات الطارئه، وهكذا. شوف هذا المثال عشان تفهم. رقم 6 في شيء اسمه certification and accreditation او بالعكس،
راح تذكر متى حصلت على عضوية نقابة التمريض، متى حصلت على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة في بلدك، وإذا عندك اجتزت امتحان مزاولة المهنة لأي بلد أو حصلت على رخصة مزاولة مهنة في أي بلد ثاني برضه بدك تذكرها في هذه في هذا القسم. مثلا أنت معك مزاولة مهنة أردنية من 2012، أخذت مزاولة مهنة أبو ظبي 2016، نجحت في امتحان إنكلكس تبع أمريكا 2019، أخذت برومتر قطر أو عمان أو السعودية 2021، كل هذا بتكتبه إنه هاي إضافات كلها بتساعدك إنك تحصل على أحسن وظيفة ممكن. هاي مثلا أمثلة استفيد منها. الجزء السابع Special Training أو Training Courses، تذكر فيها كل الدورات والمحاضرات اللي أخذتها في حياتك اللي مختصة بعملك، ولو أنت خبرتك طويلة جدا بكفي أنك تذكر آخر 5 أو 10 أو 20 دورة، لأنه السي في طويلة جدا ما حدا بقرأها كاملة. وبعض الدورات بتكون صالحة لسنة أو سنتين أو ثلاث، فالدورات اللي بتكون انتهت مدتها لا تذكرها برضو. الدورات تذكر كالتالي، طبعا الأحدث أولا، ركز على الدورات اللي إلها علاقة مباشرة في عملك، يعني أنت بدك تداوم بالآي سي يو، اكتب له أخذ دورة في تخطيط القلب مثلا. أنت مداوم في الأطفال، اكتب له أخذ دورة عن إعطاء الأدوية للأطفال أو تخطيط القلب للأطفال أو إجراء العمليات للأطفال أو أي شيء بخص تخصصك، لكن مش تكون ماخذ دورة غسيل كلى وانت مداوم في مركز صحي، ما راح تنفعك في شيء. وركز على الدورات الطويلة اللي 6 أشهر فما فوق، هي بتنفعك كثير. اولا تذكر مكان الدورة، مثلا مستشفى الاستقلال، مركز كذا وكذا للتدريب والتعليم، عنوان الدورة مثلا تخطيط القلب للأطفال، مثلا غسيل الكلى المتقدم، أساسيات تخطيط القلب إلى آخره. كم ساعة معتمدة كانت الدورة؟ تكتب 2 credit hour، 15 credit hour، 100 credit hour، وبتكتب تاريخ الحصول عليها أو إنه بلشت فيها يوم كذا وخلصتها يوم كذا، زي المثال اللي قدامك هذا. الجزء الثامن تذكر فيه اللغات التي تتقنها ومهارات الحاسوب. معظم المستشفيات أو كل هذه الأيام تطلب منك إنه تكون الإنجليزي عندك كويس حتى لو اشتغلت جوا بلدك، بينما لو طلعت برا فاللغة الإنجليزية تكاد تكون شرط أهم من شهادتك نفسها. مهارات الحاسوب مهمة جدا جدا جدا، لأنه تقريبا ما في مستشفى حاليا بيعتمد ملفات ورقية، وكل الناس بتدور على الأنظمة الحاسوبية والمستشفيات البيبرليس، فبدك تكون ذكي وعندك مهارات في استعمال الإنترنت، في جداول إكسل، في الطباعة على الوورد، وفي كثير شغلات. اولا تكتب له، طبعا انت انسان عربي فبتكتب له Arabic Mother Tongue او الاوريجينال لانجويج اللي هي لغتك الام عربية. رقم 2 انجليزي، تكتب له Reading Writing Conversation، يعني مستواك قراءة وكتابة ومحادثة. لو عندك امتحان باللغة الانجليزية بالذات انت نجحت فيه قبل هيك اذكره، اكتب له مثلا نجحت في الامتحان الوطني للغة الانجليزية سنة كذا وجبت فيه 86%، اكتب له قدمت الايلتس سنة كذا وجبت فيه 7 من 9، قدمت التوفل في السنة الفلانية وجبت فيه كذا. هاي الامور تنفع كثير. اكتب له هل انت سريع في استعمال الانترنت المايكروسوفت اوفيس سواء وورد او اكسل او غيره. اكتب له سرعتك بالطباعة، يستحسن تكتب اقل شيء 30 كلمة بالدقيقة، واذا ما يخد دورة زي ICDL او غيرها برضو اكتب، هذا بنفعك. الجزء اللي بعدي اللي هو هوبيز او الهوايات. في هذا الجزء ما بصير تكتب هواية تدل على الاستهتار أو تضيع الوقت، ما بنفع تقول له أنا هوايتي أظل مرمي على الكنبة واتفرج على المباريات. الجزء هذا بنفعك إمتى؟ لما تكون الهواية تبعتك تدل على الصبر، القوة، التحمل، بناء العلاقات مع الناس، محبة فعل الخير. قل له مثلا إن هوايتك تسلق الجبال، فبعرف إنك بتتحمل التعب، تتحمل ورك لود، بحطك لشفتات طويلة وبسألش. قل له إنك مثلا من هواياتك المطالعة، فراح أقول لك هذا الزلمة كل ما يصير فيه اكتشاف جديد راح يقرأ عشان يطور نفسه. لا تنسى إنك تذكر الهوايات اللي إلها دخل بمجال عملك، يعني أنت ممرض كل شغلك على الكمبيوتر، قل له أنا مثلا من هوايتي أظل قاعد على الإنترنت. رقم 10 أواردز أو الجوائز والمكافآت. ممكن تكون إنسان حصلت على عدد من الجوائز والمكافآت في عملك أو شهادات التكريم أو كتب الشكر من المرضى أو من المستشفى نفسه، هاي بتذكرها بالترتيب وبرضو الأحدث ثم الأقدم. طبعا هذا الجزء اختياري. في إشي اسمه Recommendation Letter، لو أي مستشفى اشتغلت فيه أعطاك رسالة توصية أنه فلان اشتغل عندنا وكان مثال للشرف والأخلاق والهارد ووركينج والتيم وورك وكل شيء، ونحن نوصيكم أنكم تشغلوا لأنه إنسان كويس، هاي حاول كل مستشفى تشتغل فيه
يوم الاستقالة تأخذ منهم هاي الشهادة لأنه بتنفعك لقدام. هاي recommendation letter تذكر في هذا الجزء. الجزء اللي بعدي volunteering or charity works. إذا كنت من النوع من الناس اللي بتساهم في عمل الخير، بتوزع طرود الخير، بتساعد في موائد رمضان في موائد الرحمن مثلاً، بتوزع الوجبات أو الملابس أو الكتب على الأيتام، هذا الكلام أذكره في هذه السي في بنفعك كثير. الجزء اللي بعدي اسمه البابليكيشن، هذا مش لكل الناس، لكن لو أنت بتحضر الماجستير أو وصلت لمرحلة الماجستير أو تعديتها راح يكون لك على الأقل بحث أو اثنين منشورات في مجلات علمية محكمة ومعتمدة رسميا في كل الدنيا. فإذا لك بحث منشور في أي مكان بتذكره في هذا الجزء، هذا بقوي فرصك في الحصول على عمل، خصوصا العمل الأكاديمي في التدريس في الجامعات. الجزء اللي بعدي اسمه skills، انت شو في عندك مهارات. طبعا الجزء هذا بالذات الكل بألف من عنده أو بنقله عن بعض، كلهم بكتبوا بشتغل تحت ضغط، عندي مهارة التيم ووركس، بكون صداقات بشكل سريع، بتحمل الزبون أو المريض مهما كان معصب، أنا معلم على الكمبيوتر، بطبع 1000 كلمة في الدقيقة. صحيح أنه كله كذب، بس إذا في إشي من هاي الصفات موجود فيك أذكره، لأنه هذا بيعزز فرصك في الحصول على الوظيفة. شوف هاي الأمثلة وتعلم منها. الجزء 14 اللي هو references أو المعرفون. المعرفون هذا مش معناته واحد يتقدم لك بواسطة أو يتدخل عشان تتعين. المعرف اللي هو ناس أنت اشتغلت معهم بيعرفوك كويس، مجربينك لشهور ولسنين طويلة، وبيعرفوا أنت شغيل ولا لا. لازم تحط على الأقل اسمين، وشرط تكون فيهم آخر واحد داومت معه أو مسؤولك في شغلك الحالي إذا أنت لسه ما استقلت. في هذا الجزء لازم تذكر اسمه، إيش بيشتغل، وين. مثلا رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الاستقلال، مثلا مديرة التمريض في المستشفى الاستشاري. تذكر ايش بيشتغل وين، وبتذكر ايميله ورقم تليفونه ومتى بيكون فاضي انه يرد على هذا التليفون، لانك ممكن تحط رقم ارضي مش الخلوي الخاص تبعه، وبدك تبلغه انه انا مقدم على شغل في الجهة الفلانية او للدولة الفلانية، لو كلموك رد عليهم، مش تقول لي بردش على ارقام غريبة. اخر اشي اللي هو date to begin work، يعني متى انت بتكون فاضي انك تلتحق بالعمل. بالعربي لو عينتك هسه انت بتبلش دوام، وهنا يستحسن انك تكتب available upon request، يعني متوفر فور الطلب، اول ما تقول لي تعال ثاني يوم ببلش دوام. اخر اشي بالسي في بنكتب اللي هو تاريخ تحديثها، ويستحسن يكون تاريخ قريب. مش معقول مثلا نفرض اليوم 1/6/2024 اروح اقدم على وظيفة والسي في انا من 4 سنين ما راجعتها. على الأقل راح ألاقي السي في مكتوب فيها خبرتي 6 سنين وأنا فعلياً خبرتي 10، وممكن يكون رقم تلفوني تغير، ممكن يكون في 4 سنين كاملات من خبرتي أنا ما ذكرتهم، ممكن يكون في هال4 سنين في 30 دورة أخذتهم مش مسجلات. فلازم كل شهر أو شهرين أو كل فترة معينة تحدث هاي السيرة الذاتية وتضيف عليها الأشياء اللي طرأت على خبرتك ومسيرتك المهنية. ملاحظات مهمة جداً لازم تركز عليها قبل وخلال وعمل السي في. شكل الورقة مهم جداً. الورقة لازم تكون بيضة نظيفة خالية من العيوب والأخطاء الإملائية والنحوية، ولازم تكون كلها بلون واحد وبشكل واحد وحجم الخط واحد، مش تحط هون وردة وهون دبدوب وهون نجمة. هذا هاي القصص في دفاتر الرسم في الروضة، لكن هذا الورق ورق رسمي، وانت بتتكلم كإنسان بروفيشنال وجاي تدور على شغل، ما بصير تعطيهم انطباع انك مستهتر. الطباعة بتكون بالخط الاسود حتى العناوين، شفت كنا نقول مثلا الشهادات الخبرات الى اخره، هذا العناوين بالاسود تقدر تعملها بخط غامق او بولد زي ما شفت في المثال اللي وريتك اياه، لكن ممنوع حتى تعملها اندرلايند او تحتها خط. بس تخلصها وتطبعها بتحطها في مظروف خاص غير شفاف. رقم 2، على كل صفحة تكتب اسمك من فوق وبترقمها، هاي بيج نمبر 1، بيج نمبر 2، بيج نمبر 3. اللي فاهم في الوورد بيعرف انه في شيء اسمه هيدر اند فوتر، تعمل هيدر لكل صفحه وبتكتب محمد ناصر سي في، احمد علي سي في، هبه محمود سي في، ورقم صفحه رقم 1، صفحه رقم 2، صفحه رقم كذا. اهم شرط في السيره الذاتيه المصداقيه، لا تذكر انك اشتغلت في مكان معين وانت مش قادر تجيب من عندهم شهادة خبرة تثبت هذا الكلام. بالعربي كل ما تكتب كلمة بده يكون معك ورقة تثبت هاي الكلمة، سواء شهادات، خبرات، دورات، لغة انجليزية، كمبيوتر.
لا تحط صورتك الشخصية على السي في إلا إذا هم طلبوا منك. إذا قالوا لك السي في يجب أن يرفق معها صورة شخصية، بدها تكون صورة شخصية احترافية مؤدبة، الشباب يكونوا لابسين على الأقل ربطة عنق مش شرط جاكيت، والبنات بدون مكياج فاقع. وكذلك لا ترسل أي شهادات أو أي أوراق مع السي في، لأنك راح تعطيهم انطباع أنك أنت متلهف على هاي الوظيفة. زي ما قلنا لازم تذكر كل إشي بالسي في، لازم يكون برضو في اختصار، فلا تذكر نفس الشهادة في موضعين أو نفس الخبرة في مكانين. طول السيرة الذاتية بخلي صاحب العمل يمل من قراءتها. تخيل أنه 1000 واحد قدموا السي فيات تبعهم، كل واحد سي في 4 صفحات إلا أنت صفحة، أنت اللي راح تتعين. في المتوسط أو المتعارف عليه أنه حديث التخرج السي في تبعه صفحة، الإنسان اللي خبرته متوسطة من سنة 10 مثلا تطلع صفحتين، والخبرة الطويلة من 20 وفوق تطلع 3 صفحات. لما تتكلم عن نفسك اختار أفعال تدل على الإبداع، يعني مثلا أنشأته كذا، طورته كذا، أسسته كذا، ساعدت الناس على إنها تعمل كذا. وركز على الإيجابيات واختار نسب وأرقام. مثلا قمت بإنشاء ورشة لتدريب الممرضين على عمل تخطيط القلب، تقدم لها 20 شخص، استمرت 2 أسبوع، نجح منهم 18 شخص بواقع 90% من المشاركين، واستمرت مثلاً 24 ساعة نظري و 24 ساعة عملي. لازم تعرف متطلبات الوظيفة وشو متوقع منك أو شو الأشياء اللي لازم تبرزها عشان تحصل هاي الوظيفة. يعني مثلاً هم بدهم واحد بفهم بالكمبيوتر، أو هم مثلاً طالبين نيرس إديوكيتر أو واحد يشتغل في قسم التعليم المستمر، فبدهم واحد من مهاراته أنه القدرة على إلقاء المحاضرات على سبيل المثال، أو القدرة على البحث أنه يقرأ كثير. أو ممكن كممرضة يقول لك ما تقولي لي أنا بشتغلش إلا في ميل، بدك تشتغلي مع الجنسين. لا تتحدث عن خلافاتك مع رؤسائك في الماضي أو ليش انفصلت من المستشفى اللي كنت تشتغل فيه قبل هيك. رقم 9، زي ما قلنا ربما تضطر أنك تكتب أكثر من سيرة ذاتية، واحد عشان تشتغل ممرض في المستشفى، واحد عشان تدرس في جامعة، واحد عشان تشتغل في شركة تأمين مثلا ترد على الاتصالات، واحد عشان تشتغل في مركز طبي 24 ساعة أو عند دكتور عام، واحد عشان تشتغل مثلا مندوب مبيعات لأي دواء. فكل مهنة في إلها شهادات معينة وخبرات معينة تبرز أهمية حصولك أو أحقية حصولك على هاي المهنة. ابحث في الإنترنت عن سير ذاتية لممرضين، اتفرج كيف تنكتب وتعلم منها، اعمل زيها. في برامج زي كانفا وزي أدوبي وزي غيره فيها نماذج لسير ذاتية سواء لممرضين أو غيره، جميلة جدا. لكن حاول إنه ما تنقلها بالحرف، لأنه كانفا مثلا كلها ألوان وزخارف، وهذه تعطي انطباع إنك أنت مش جدي أو مش بروفيشنال وما راح تنقبل. لكن فيها بعض الأشكال جميلة جدا. لما تكتب بياناتك الشخصية اللي هي ثاني جزء، تحرى الدقة في كتابة الاسم، رقم التليفون والعنوان والإيميل، لأنه ممكن تكون لقيت الوظيفة وقابلت وانقبلت وما تشتغل لأنه أنت كاتب الرقم غلط، مش عارفين يوصلوا لك. لا تضيع صفحة كاملة لكتابة البيانات الشخصية، تكتبش قصة حياتك، هم 6-7 سطور، اسمك، عنوانك، رقم تليفونك، إيميلك، خلص بكفي. لما تكتب البريد الإلكتروني، اكتب بريد الكتروني يكون اسمه محترم وراكز وعاقل شوي. لا تكتب الوحش @2023 او الدلوعه @2027 او سوسو او لولو او القصص هاي، لا. اسمك مثلا احمد علي، مولود سنة 2000 على سبيل المثال، اكتب احمد علي 2000، خلص هذا ايميل رسمي. او اكتبي هبه محمود 99، خلص هذا ايميل محترم. لما تكتب رقم تليفونك لا تكتب رقم تليفون عملك الحالي، اكتب رقم موبايلك الشخص اللي بتحمله وين مكان، الا اذا كنت انت ما بتحمل موبايل. لكن بشكل عام لو اضطريت انك تكتب اي رقم تليفون ارضي سواء رقمك او رقم المعرفين، لازم تكتب هذا الرقم صاحبه امتى بكون موجود بالمكتب وامتى بكون فاضي رد على الاتصالات. ولا تنسى انه اي رقم بده يكون مكتوب قبله رمز البلد. في الاردن الرمز الدولي معروف 00962. عند كتابة التواريخ يستحسن انك تشتغل على النظام الامريكي، تكتب أشهر بالأحرف، الأيام والسنين بالأرقام. أولاً تكتب الشهر، بعدين اليوم، بعدين السنة، زي هيك زي ما أنت شايف. فما تكتب شهر 5 تكتب ماي، ما تكتب شهر 8 تكتب أوغست، وهكذا. لا تذكر أنك قمت بعملين في نفس الفترة، ما تقول له سنة 2021 مثلاً أنا كنت في النهار ممرض في مستشفى معين وفي الليل ممرض في مستشفى ثاني، لأنه هذا الكلام بعطي انطباع أنه أنت مش مسؤول. مهم جدا لا تستعمل اختصارات مش ممكن يفهمها صاحب العمل أو الـ HR أو الإنسان اللي راح يقابلك. أول إنسان راح يشوف السي في تبعك غالبا راح يكون الموارد البشرية، يعني لا ممرض ولا طبيب ولا مارق من جنب الطب أو التمريض. فلا تكتب له BLS, ACLS, ECG، الاختصارات هاي ما بفهم فيها.
اكتب له باختصار انا اخذت دوره في الانعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغين او للاطفال على حسب انت شو اخذت، لكن لا تكتب له اختصارها بدون ما يفهم شو هي. لما توصل للقسم تبع الخبرات لا تكتب انا اشتغلت في المكان الفلاني من يوم كذا ليوم كذا، شيل انا واكتب على طول worked in البشير هوسبيتال من يوم كذا ليوم كذا بدون اي. انا لا تذكر عشان ما تعطيهم انطباع انه عندك غرور. مهم جدا للخريجين الجداد او المتعينين جديد، لا تكتب في السي في تبعتك لما كنت طالب اتدربت في مستشفى الجامعة وتدربت في مستشفى الزرقاء وتدربت في مستشفى البشير. اي تدريب بتحصل عليه قبل ما تصير شهادتك في جيبتك هذا يعتبر مادة عملي لا يعتبر خبرة، فعيب انك تذكره. واي دورة اعطوك اياها اتحاد الطلبة او اي جهة ثانية او حتى لو اخذتها برا على حسابك تعتبر تضيع وقت لانه ملهاش دخل في كل حياتك العملية. الخبرة تعتبر بعد تخرجك من الجامعة. يستحسن انك تراجع السيرة الذاتية بعد ما تكتبها وتجهزها وتنقحها من الاخطاء، والورد راح يساعدك كثير لانه في مراجع نحوي ولغوي. برضو لو في واحد ثاني صاحبك او قريبك او زميلك بالشغل عنده خبرة اكثر منك او رئيس قسمك مثلا قل له تفرج على هاي فيها اخطاء ولا لا. كيف بدك تحفظ السي في على الجهاز؟ بكل بساطة تكتب اسم الوظيفة، اسمك، وفي النهاية كلمة سي في زي ما انت شايف. مثلا احمد علي جاي يشتغل ممرض، بكتب نيرس احمد علي سي في بكل بساطة، علشان لما يصير في مقابلات بحطه سي فيات الاطباء لحال، سي فيات التمريض لحال، سي فيات السواقين لحال، سي فيات الصيادلة لحال وهكذا. يستحسن تحفظها يا اما وورد يا اما بي دي اف وتبعتها لصاحب العمل بالايميل. ممكن هم طالبين كذا بوزيشن او كذا وظيفة وانت بتنفع في اكثر من مكان، فبدل نيرس تكتب اني جوب احمد علي سي في وبتبعتها زي ما هي. اهم نقطة انه هاي السي في لازم تحدثها كل فترة، يعني اشتغلت في مكان ثاني بتدخل على السي في بتذكر انه اخر مكان اشتغلت فيه انتهى دوامك في تاريخ كذا والمكان الجديد ابتدى في تاريخ كذا، اخذت دورة معينة بتضيف احدث دورة، صار معك دورة في اللغة اخذت مكافأة من اي مكان، شاركت باي عمل تطوعي بتضيفه عليها. كل سنة بتمر بتضيف لخبرتك سنة وبتضيف لعمرك سنة اذا ذكرته في الجزء الثاني، واذا غيرت رقم تلفونك او ايميلك بتذكر الرقم او الايميل الجديد. بالنسبة للطلاب تقدر من هسه تعملوا سي في فاضية، واول ما تشتغل بتبلش تسجل فيها خبراتك ودوراتك اولا باول، وكل سنة بتحدثها باستمرار. بالتوفيق للجميع وربنا يعطيكم اللي نفسكوا فيه، واذا بدكم اي اسئلة انا جاهز. اللي بده أي إشي يراسلني على رسائل الصفحة سواء إنستغرام أو فيسبوك أو تيك توك، ولا بلاش التيك توك فاجعيننا حضر شهر كامل عشان حكيت عن غزة. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله.